يعني واضح أنه خلال الساعات الأخيرة كان هناك تصعيدا إسرائيليا كبيرا على المناطق الجنوبية من مدينة رفح وخان يونس، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات العنيفة التي أدت إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين. نبدأ من هنا من خان يونس، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة جدا على منطقة دوار بني سهيلة، وهذه المنطقة تعتبر من المناطق التي تربط مناطق شرق خان يونس مع مناطق وسط وغرب المدينة، ويوجد بها عدد كبير من المواطنين، وهي يعني نقطة التقاء كل المحافظات الفلسطينية. الذي يريد الذهاب إلى شمال القطاع يجب أن يمر عبر هذه المنطقة، والقادم من المناطق الجنوبية من رفح وغيرها من أحياء مدينة خان يونس الجنوبية يجب أن يمر من هذه المنطقة. كانت هناك قوة شرطية يعني تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذا المكان، بالإضافة إلى يعني عدد من أفراد الحماية الذين يقومون بتأمين المساعدات والحماية للمواطنين. ولهذه المساعدات الغارة أدت إلى استشهاد 10 من المواطنين وأفراد الحماية، بالإضافة إلى إصابة 22 آخرين. عدد كبير من الإصابات التي وصلت. ماذا تقصد هنا إبراهيم بأفراد الحماية؟ هي أفراد الحماية يعني تنقسم إلى قسمين. جزء من هذه الحماية هي تابعة للحكومة الفلسطينية هنا في غزة أو تابعة لحماس، حيث من أفراد الشرطة الفلسطينية الذين يأخذون على عاتقهم تأمين الحماية للمساعدات، سواء كانت هذه المساعدات قادمة إلى القطاع الخاص الفلسطيني إلى التجار أو التي تدخل إلى المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى بعض أفراد الحماية التي شكلت من قبل العشائر والناس المساندين لعمل الأجهزة الشرطية من أجل الحفاظ على الأمن وحفظ الأمن والأمانة. هذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل الآن التي تواجه قطاع غزة. قبل الغارة الإسرائيلية على خان يونس تم استهداف نقطة للشرطة أو مركز تموين في مخيم الشاطئ التابع للأنوروا، وتم استهداف 3 من أفراد الشرطة الذين يقومون بتأمين هذه المساعدات أو الذين يشرفون على هذه المساعدات. وهذا الأمر تكرر كثيرا خلال الأشهر الماضية، تحديدا في مدينة رفح. قبل الدخول البري إلى مدينة رفح كان هناك حركة نشطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف ضباط كبار في الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة ومباحث التموين الذين يشرفون على تأمين المساعدات. على ما يبدو إسرائيل لا تريد أي مظاهر شرطية في قطاع غزة تابعة لحركة حماس، تريد أن تقضي على التواجد الشرطي. هذا الأمر هو أمر خطير، لأن بذلك إسرائيل تسعى إلى إحداث حالة من الفوضى وحالة من الفلتان الأمني الذي يأتي في ظل سياق هذه الحرب المجنونة والمسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة. هذا الأمر سوف يضعف الجبهة الداخلية، سوف يدخل القطاع غزة في يعني حالة من المشاكل الداخلية. لذلك يتم استهداف أفراد الشرطة وأفراد تأمين المساعدات بصورة كبيرة جدا، وهذا الأمر بات يقلق العامة ويضعف أيضا إمدادات المساعدات، لأن التجار الآن لا يستطيعون جلب مساعداتهم أو شراء المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، لأنه لا توجد يعني قوة من الشرطة أو من لجان الحماية لحماية هذه المساعدات، خاصة في ظل اشتداد حالات الفقر. وبالتالي هذه الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة هي بحاجة ماسة إلى حماية، يعني لأن هناك الكثير من الجوع، الألاف الذين ينتظرون بفارغ الصبر أي شاحنة مساعدات تدخل عبر المعابر إلى قطاع غزة، لأن هناك حالة جوع حقيقية. بعد هذه الغارة مباشرة التي استهدفت منطقة خان يونس، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة أخرى على منطقة مصبح، وهذه المنطقة تقع في الشمال الشرقي لمدينة رفح، حيث أدى هذه الغارة الجديدة إلى استشهاد 2 من المواطنين وإصابة عدد آخر، نقلوا أيضا إلى مستشفى غزة الأوروبي. وتكررت الغارات الإسرائيلية على منطقة ميراج، على منطقة مخيم يبنى، على منطقة البرازيل، وعلى منطقة أحياء الحي السعودي وحي تل السلطان. وهناك
عدد من الشهداء والجرحى. اليوم كان واضحا حجم الغارات التي استهدفت المواطنين وتجمعات المواطنين بصورة كبيرة، سواء كان ذلك في خان يونس أو في مدينة رفح، في ظل استمرار عمليات القصف العنيف الذي تقوم به الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية والطائرات المروحية وأيضا الزوارق البحرية على كل مناطق رفح، تحديدا المنطقة الغربية ووسط رفح، في ظل استمرار الاشتباكات والاستهدافات التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، وكان من بينها الاستهداف بصاروخ السهم الأحمر الذي أطلقته كتائب القسام على عربة هندسية إسرائيلية على محور فيلادلفيا في الجنوب من حيث السلطان، أدى ذلك إلى استهداف الآلية بصورة مباشرة وإيقاع أفراد الآلية بين قتيل وجريح. هذا الأمر تكرر أيضا مع سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي التي استهدفت دبابتي مركفة في قلب مخيم الشابورة، في ظل اشتداد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية أو بين العقد القتالية المتواجدة حتى اللحظة في المخيمات الفلسطينية في مدينة رفح وبين قوات الاحتلال المتوغلة. ما نستطيع أن نقوله أن حالة التصعيد وعمليات القصف والاستهداف لا زالت متواصلة بصورة كبيرة جدا في جنوب قطاع غزة، وكأن الحرب في يومها الأول. أيضا هذه الأزمة واستمرار إغلاق المعابر والسيطرة الإسرائيلية الكاملة وإدارة إسرائيل ظهرها لكل المطالب الدولية بفتح المعابر أثر بصورة كبيرة جدا على الأوضاع الإنسانية والمعيشية وحتى الطبية، التي باتت المستشفيات غير قادرة على أداء رسالتها الإنسانية والطبية في تقديم العلاج للمرضى والجرحى، خاصة مع اشتداد عمليات القصف وانتشار العشرات من الأمراض والأوبئة بين النازحين. الصورة صعبة، الصورة قاسية، الصورة في جنوب القطاع مؤلمة، وفي عموم قطاع غزة يعني هناك أوضاع إنسانية كارثية لا سيما في مدينة غزة وشمالها مع انتشار أعذرني حالات إبراهيم يعني على المقاطعة. الفقر والجوع على المقاطعة. بين المواطنين. طيب إذا إبراهيم، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لدوار بني سهيلة شرقي خان يونس خلف حتى اللحظة 10 شهداء وخلف أيضا عددا من الإصابات، إنما الملاحظ هنا أن عدد كبير من المصابين توجهوا إلى غزة الأوروبي، إلى مستشفى غزة الأوروبي. لماذا لم يتوجهوا إلى مجمع ناصر؟ يعني سؤال دقيق ومهم، لأن الإجابة باختصار 10 شهداء والاثنين وعشرين إصابة، الاثنين وعشرين إصابة جزء كبير من هؤلاء المصابون هم يعانون من إصابات خطيرة وهناك حالات بتر في الأطراف السفلية والعلوية. الطريق رغم أن المسافة من دوار بني سهيلة إلى مجمع ناصر الطبي هي أقرب من دوار بني سهيلة إلى مستشفى غزة الأوروبي، لكن الطريق من دوار بني سهيلة إلى مجمع ناصر الطبي محفوفة بالمخاطر الشديدة على حياة المرضى، لأن الطرق مدمرة، لا توجد طرق معبدة، الطرق يعني هناك دمار واسع في البنية التحتية وفي الطرق، وبالتالي الطريق التي يجب أن تستغرقها سيارة الإسعاف مسافة 7 إلى 10 دقائق إلى مجمع ناصر الطبي في الأيام العادية، هذه الطريق في ظل تدمير كل البنى التحتية في خان يونس، هذه الطريق سوف تستغرق من نصف ساعة إلى 45 دقيقة على أقل تقدير، وبالتالي سيكون هناك يعني وضع يعني حالات حرجة، ربما المصابون يتوفون. أما الطريق إلى مستشفى غزة الأوروبي فتستغرق فقط عدة دقائق، لأن الطريق معبدة وسيارة الإسعاف تنقلاتها وحركتها أقرب وأسرع بكثير من وصولها إلى مجمع ناصر الطبي، على الرغم من أن مجمع ناصر الطبي هو الأقرب من حيث المسافة. نعم. إلى دوار بني سهيلة. الزميل إبراهيم قنن متحدثا إلينا من خان يونس.